لا 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 ما في سنت ما في سنت. You want to play? Okay, one game or two game, no problem. One game or two game? أيوة. Two game. Oh, okay, two game. Poate se bagă și la alții un pic. Let's go. Dar n-ar fi cu toții pe ecran, mamă, era fata liberă dacă dădeam ei cerere și joc. ولكن جايز تكبيسكم ونركز في الجولة رح أغني لكم بعد الجولة لو سمحت. سكر كان في موقف كثير مضحك على فكرة. احنا 700 وحياة امي اذا هيك تكبيسنا بالضلع عن جد رح ازعل. بعد ما عد لك ثلاثة يا جماعة كل حدا فيكم بيكبس كبستين على وجهي. كبستين، واحد اثنين ثلاثة. الان كبستين وشو الاصبع، كم بدناش اكتر؟ طلعوا الفرق هلا. رح تسبقوه اذا عن جد كبستوا كبستين، والله بتسبقوه هلا بدقيقة لو كل حدا كبس كبستين، والله بتسبقوه. بعدين مش اشي كبستين يعني، اكبسوهم على وجهي. الكبستين على وجهي خلوهم، بس كبستين لازم نفتح الدبل. واي شيء عندنا ندبله. اوكي لا تخلي يفوز علينا. شير اللايف. والله حرام يعني، حتى المفروض نوصل على الاقل سكورنا 1000. تريبل ها تريبل تريبل بالمره. نمتوا، كان عندكم حماس.
طب العمر راح احكي له خلص يروح لانه بدي اطلع مع شيهان جايز بدي اشوفها. هو ما استنى بيك نو بالنسبه لاصوم نو ما استنى بيك هوب روبرت اي وونت تو جو اي ويل باك وين اي هاف ليفل اوكي 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 هاتولي هاتولي يا فو وين شريهان بدي العب معك جوله وحده وراح اطلع راح اسكر عندك مستوى اذا ما تحكيش عندك مستوى ما عندك مستوى اذا ما اللايف عندي ضرب خلص اكلت حذر مره والانترنت عندي علق 50,000 مره ومن الابلاغ اللي اللي ببلغ منيح ما حكيتش شو اكلت حذر خلاص طوليش لسانك على اللايف تكبيس انقهرت انت انا المساحه داش فاتحه مكيف لايفي كام 100% اذا ما طعموني حذر بلا سبب خلص عادي عادي يا مثل حالي عادي شو عادي هذا لو عندك حكيت اشي كان قابض زعلش نفس الحذر انت فاهم بجددوه شوف يعني انت يعني اكيد رح يكون عندك ناس تكرهك شغلان عادي بس امشي بس ليه انحذر بسرعه يا زلمه كان لايف منيع اذا خرب وخرب مودي خربوا حياتي يا زلمه المرة ما كفاز يا اخو الملك يا زلمه مين تقيل الدم شباب على الكفاز يا ربع الكفاز 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 هو اللي عندي على الاخر ماما شباب كف يعني على 12 ما بينتش ان عندي انك فاتحه لا فاتحه صار لي ساعه ليش وينك انت؟ زي ما بقول لك شو صار معي كنت قعدت نص ساعه بس اجدد بام اللايف وخرب وغير اللي ابصر شو يا زلمه حلي عني انا فاتحه من الشاشة بكير عشان اسمع انا فتحت بكير عشان المدارس عندنا يعني انت لا يساعدك تضلي شو طول انا انا مبين علي اني مع ثاني نفسي افهم اي ساعه فكت اليوم طبعا اتصلت لك وبعدت لك ما كانش مبين عندك اني ما اتصلت لك وبعدت لك انا فاهمك اشي انا لا ما كانش مبين بس خليني افهمك اشي انا نومتي اوفر تعد 3 وانا معك يعني مش فاهمه ليش ايه نومتي تعدلت اوفر لما انا بطلع معك لما طلعنا وطلعنا ورحنا وجينا نومتي تعدلت زياده عن اللزوم مش عارفه ليش على فكره وانا بتفن انا صرت اروق وانت فيك ولك انا بنام ما حد بيسمي علي ولك بعرفش كيف زي الحيط كان نمت عليه حيطه والله انت عشانك قعدنا 5 ايام ما ننام يمكن نمنا كل يوم كنا ننام ساعة بس كل النهار احنا بنشتغل احنا شفطنا الايام احنا مش اشتغلنا احنا شفطناها والله كنت اسكر بس كنت متعودة اشوف سالي عشان تعودت عليك بالخمس ايام دايما انت بوجهي بس بديش اسكر والله ده شوف سالي يعني ده وجهك سالك بالك شوف الاشي يعني ما اقرف ما احلاه هذا الدعم الدعم الحقيقي ايش يحب؟ بحكي دعم اصحاب الحقيقي شايفين كيف؟ زمانك اكيد هي لخبطت على فكره انطم ما قصدها انه عن جد قرف لا يا جماعه مالك هو مش جد يعني حياة الله اخر قبل اليوم الاخير يمكن اكثر مره كرهت فيه سالي قبل اليوم الاخير زي ما تعرف شو لز لما بتحكي زي ما حسيت ان انا بدي امسك سالي يا زلمه اخبطها راس واجيبها اوت انا هيك حسيت نفس الشعور قبلها في يوم لما كنت تصحيني زي ما اسمع كرهتها وحياة امي كرهتها زي ما كنت انا طلع عليها هيك حالي كنت حاسه حالي مش طايقاها اكيد بدي اقوم اسب عليها حتى انا سبيت اتوقع يمكن بعد ما سمعتكيش مهم يعني بس على فكره انا مش زيك لزكة بس كل هلا اشلي مش زيي لزكة بتتخبطي
انت اقسم بالله سالي قومي الحفله اجت سالي قومي الحفله اجت سالي انا بحكي لك 10 دقائق طب 10 دقائق مش قادره لا 10 دقائق خلص الساعه 8 قومي سالي هاي بسلموا عليكي على اللايف واجت حطب عليه معجون اسنان على ايدي واجت ابصر ايش كل شوي تنكش علي قالاش بتحكي لك ملزقه قالاش اعمل فيك تخيلي احط لك معجون اسنان بتعرفي شعوره وهو بحرق على وجهك كيف بلاش ما ريحه طول النوم بكره ايدك انت اللي عملت هيك بوجهك يعني وين متوقع احط ايدي يعني مش فاهمه اكيد بحطه على وجهي بس لا مثل فكتك والله ما صارت لا شريهان والله العظيم جننت امي يا جماعه يمكن ساعه كامله قومي 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 يما صوت انا عن جد مفصوله انا مفصوله يعني فاهميه صوت الحديد اسا برن قومي قومي نفس الصوت حياه امي شريهان كريت هيك حسيت حالي كريت حسيت حالي قايمه عن جد مش طايقاها والله كرهتها ومشكلة بتصفري فطلعك بكلها كومت قومي يلا يلا نلحق نسبح بركي بركي زي ما كرهت البركي لأجلها يا اختي البركة انت شو فاهمك البركة قصة ايش قلت انت قاعدة شريهان هناك ابن العز شخصيا بنت سوريا كفو قاعدة شريهان هناك بتحلف تحكي لي وحياة الله اول ما اصير مليونيرة اللي اشتري لك بيت فيها تبركة عشان تحلي عن امي اذا تزهك البركة تعوفي ام البركة الله يا قفاز ايوه قفازين ايوه هيك اعطوها معك قفازين لا احكي لك شغله شريان اول ما فتحت ولك اجاني مستوى اول جوله علقت هي مسكينه خذ ماسكين لا ما لحقت انا بعرف انها بركة انا بحب اقلدها هي بتحكي بركة هي بتحكي بركة اسم غريب بركة انا جد انتوا كلكم بتحكوا هيك في فلسطين انا ما بعرف يعني ممكن انتوا بتحكوا هيك بس هي غريبة يعني احنا نحكي بركة عادي مسبح اي حاجة يعني بس مش بركة كان هي مدلعاها يا اختي اسمعي طفى تلفوني انت مالك اليوم ماله تلفوني طفى لحاله بدي اسالك بدي اسالك شريهان انت جد انت بتدلعي البركه تحكي لها بركه لا احنا من كلها بركه جد احنا من كلها بركه عنا غريب الاسم شو غريب فيه فكرتك انت يا اختي احنا بنحكي بركة او مسبح احنا من كل بركة بعلك انا بعلك سالي انا بعلك تعلي طب خلص اسمعي بدي اروح اسكر انا كرفتك اقسم بالله ما بعرف تيك توك كله يلا باي اسمعي طب جربي حظك بعد ربع ساعة ارتاحي ريحي راسك بعد ربع ساعة جربي انت ليش فاتحة؟ انا مستحيل اطول انا جد مسطلة طب مستحيل دولي زما ايش بدك بامي لكان لازم افتح لحالي ايش اعمل؟ انت افتحي ايش بدك في انت؟ افتحي لعبة اولادك حبيبتي ما لعبتي ما انت منيح اليوم بل لعبت منيح والله لعبت انا من الساعه 11 فاتحه والله والله انا اليوم انا لعبت انا بدري فاتحه بس انا بقول لك ما مش كثير بدري يعني مالك الساعه 11 شو اعمل كثير بدري صار لك 11 صار لك ساعتين وشي يعني ولا اشي خلص مو خير بالله يعني الحمد لله مو تفتحي معي بكره الصبح ايش ساعة الصبح؟ تفتحي بكرة الصبح معي زي اليوم والله بس أربعة أربعة حلو هاي الصبح عندي؟ يعني قصدي عصر تعالي والله اليوم الجو كان بجنن والله إذا قدرت أفتح إذا قدرت أفتح العصرية آه. بفتح
بشوف بشوف مش اكيد، لان انا دائما بقدح عليهم بكذب عليهم. ماشي ما في مجال. يلا يلا روحي روحي كمل جولتك، انا بدي انزل بدي اطفي. شو؟ طب يا يلا باي. جرب افتحي بعد. ألف مرة جيت لك شايل شعوري وارجع بنفس الشعور وما شرحت النت القرف النت القرف. نت القرف اللي بقرف اليوم، النت بخزي اكنه هيك النت غاضب علي هيك. أنا صراحة تعبانة. يا وحياة الله دفعين النت بس ما بعرف ليش هيك بصير فينا. كتير يعني، حتى على فكرة مش بس هيك. تعبانة تعبانة تعرف، مش قادرة أحكي معكم حتى. تحكوليش إني مع الأهل. لا ألف مرة جيت لك حامل شعوري حور وما شرحت تعالوا اغني لكم هالاغنيه طياره. شكرا خلاص ما مش حطول، يعني حغني لكم ثلاث اغاني وحسكر لاني انا مش قادره افتح عيوني، لازم اخرب نومتي شويه ما بزبط هالقد.
عم بحاول أنا أعلكم أغاني جديدة. خدها يلا. وعرفت الحب بي عرفته بيكي في أغنية زمان كل أنا كل ما نويت أنساك حاضر مش لاقياها مش عارفه دي كلام كانت موجوده ايش كنت بدكم انا كل ما نويت انسى يا الذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا ندرن علي يبكى أحبك لين يوم الدين
أنا كل ما نويت أنساك ليك الذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا ندرن علي ابكى احبك لين يوم الدين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا ندرن علي ابكى احبك لين يوم الدين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا ندرن علي ابقى احبك لين يوم الدين. هيا خير غير حاب اغني لكم لو كان عليك. اي حدا يا جماعه ما بيحترم الفن هنا بتمرر بلوك بلوك مش او هموت من غير هواك طب اقول لك ايه ويفيد بايه كل الكلام وحيفرق ايه اسمعوا عن شلات ظروف عندني بتكبرني حبيب انسى اخسرها بتقول ارتاح بتقول ارتاح طب تعرف جبت اخرها غرب الليل جاي زي اللي راح اللي راح ألعبها أخسرها بتقول أرتاح بتقول أرتاح طب تعرف كبت آخرها وغرب الليل جاي زي اللي راح لو كان الحيط سامع هم الموجوع لو كان الحيط بالساهل لو مقطوع لو كان الحيط سامع هم الموجوع لو كان الحيط بالساهل لو مقطوع يرجع زي الأول انا عمري ما كنت هطول لو بتكمح كمان متأكدين من الحكي هاد انتو هتجيبوني العيد لانه انا تعبانه يا جماعه كلها يلا يما يا الله انقرصت هلا ما تقل دمها يا ريتني مسكتها بس انا عسو اصلا رح اسكر بعدها يلا
كلها راح اغني لكم اياها. بحس في حد زاد حجر بس مش عارفة إذا الصوص تحرك بديش أظلم حدا. anyway إذا كان حد زاد حجر إن شاء الله يا رب دعوة شريان تتحقق عليك. قطع علي انقطع علي المود. يلا جايز طلع سلاح دخين شو ان شاء الله من قد الاسلحه اللي ما هي. انا سلاحي نووي، بتعرفوا شو سلاحي؟ سلاحي هو غمزه، بغمز غمزه بوقع خمسه، بغمز غمزه بوقع خمسه. يلا جايز صباح خير، باي.